احنا نكمل على نشتغل السكشن ده النهارده ان شاء الله. فاحنا هنراجع على كل السكشن اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت. احنا اتفقنا ان انت هي نفس قريبه للكوبري سكشن بتاعت الترانسفورمر بتاعك. فانت بيبقى عندك مقاومه للستيتور، وبعد كده حاجه بتعبر عن الفولتج فلكس في الستيتور، وبعد كده الماجنتايزنج برانش، ده الجزء بتاع الستيتور وده الجزء بتاع الروتور بتاعك. نفس الكلام بالنسبه للروتور، مقاومه الروتور الليكيد فلكس، ده المهم ان هو يتنين هنا جي واحد اي واحد ار واحد اكس واحد، هنا هنمر التيار المولود، وهنا الار ام بتعبر عن الار بروسز، الاكس ام بتعبر عن الماجنتايزنج كارنت بتاعه. تمام، هنا هنمر الاي 2 ده. من هنا قلنا ان الاي 2 عباره عن اي 2 على ار 2 زائد جي اكس 2، وقلنا ان اكس 2 دي بتعتمد على ايه؟ على التردد بتاع الروتور بتاعه. تمام، طب التردد بتاع الروتور ده بيعتمد على ايه؟ على معدل القطع بتاع الفيض. فقلنا في البدايه اللي هو هتستاند ستيل كان معدل قطع الفيض عباره عن ايه؟ ان اس. بعد كده معدل قطع الفيض بقى ايه؟ اقل، اللي هو ان اس ناقص ان. وبعدين قلنا من هنا ان الاف 2 هو عباره عن اس الاف 2، في مشكله في كده؟ وعليه برضه نفس الكلام ان اكس 2 عند الستاند ستيل هتبقى عباره عن اف 2 هو، وبالتالي ممكن اشيل برضه اكس 2 هو واحط مكانها اس اكس 2. الاف 2 الاف 2 عباره عن اس في 2 اف الاكس 2، لان الاكس 2 هو 2 باي اف 2 هو تقسم على بعض، يبقى اف 2 بيساوي اس في اف 2 هو، لان اف 2 هو هي اف 1 بالاساس يعني. وعليه برضه كنا بنشيل الاي 2 ونحط مكانها اس في الاي 2 هو. تمام، فقلنا احنا هنعمل ايه؟ قلنا هنقسم على اس بالتالي يبقى اي 2 بتاعته عباره عن اي 2 على اس على ار 2 على اس زائد جي اكس 2 على اس. ومن هنا شلنا دي وحطينا اي 2 نود، وهنا شلنا دي وحطينا اكس 2 نود، يبقى اي 2 بيساوي اي 2 نود ار 2 على اس زائد جي اكس 2 نود. فكنا ممكن نشيل دي ونحط نود هنا، وجاي نحط على اس، وجاي نحط النود هنا، فاحنا ما غيرناش اي حاجه. تمام، بعد كده قلنا احنا بنعمل كوفلنت سيركت عشان نشوف خصائص بتاعت الليله بتاعته. فاحنا كنا عشان نحل دايره شكل دي كنا بنعمل ريفيرنج من سايد لسايد عشان تبقى دايره واحده. تمام، فانا هعمل هنا ريفيرنج من السايد بتاع الروتور للسايد بتاع الستيت. فاحنا نفس الكلام في الترانسفورمر، كنت بقول لك ان احنا بنقل، بتعرف الاول في حاجه اسمها نسبه تحويل. نسبه التحويل كان ساعتها لان برايمر على ان سكندري، فهنا بس الموضوع هيتغير شويه، ان الايه هنا هتبقى التي 1 على التي 2، يعني بدل ما بقول ان برايمر على ان سكندري بقول ايه؟ الترمز بتاعت الستيتور على الترمز بتاعت الروتور، مفيش مشكله. والاختلاف ان الاي ام اف هناك ما كانش فيها الوايندنج فاكتور في الاي ام اف بتاع الترانسفورمر، فهنا هيتضاف هنا الوايندنج فاكتور بتاع الستيتور، الوايندنج فاكتور بتاع الروتور بتاعه. وبالتالي عشان انقل كنت بقول ان انا هنقل، فالار مثلا هتبقى هديها اسم تاني عشان تبقى بتعبر عن حاجه، عن انها منقوله ناحيه الستيت او ناحيه البرايمر. فبقول ان هي ار 2 ده، كنت بقول انها عباره عن ار 2 في نسبة التحويل تربيع، واكس 2 اهو داش عباره عن ايه؟ اكس 2 اهو في نسبة التحويل تربيع. وكنت بنقل برضه الاي ام اف ازاي؟ بضرب في نسبة التحويل بس، ابو الطيارات بضرب في نسبة التحويل مقلوب. تمام؟ بس هي الفكرة فين هنا؟ الفكرة هنا ان انت بقى في عندك حاجة زيادة، بقى في عندك عدد هناك، احنا كنا شغالين ترانسفورمر برايمري وسكندري بس، كنا شغالين سنجل فيز، كنا شغالين 3 فيز، فعاد ففي هنا فيزز بتتحط ام ده نمبر اوف فيز، لان الروتور بتاعك لو هو سكويرل كيج بيبقى انت طبعا ما بتلفوش 3 فيز وايندنج، انت بتعمل بارات الومنيوم، البارات الومنيوم كل بار الومنيوم بتحط في سلوت معين وهكذا، فالام دي بيبقى لها حسبه ثانيه، فاحنا مش هنتكلم فيها دلوقتي. قانون الطيار هنخليه في سنه رابعه في تصميم الالات يعني هنشتغل بيه، فاحنا محتاجين دول بس، محتاجين دول بالاخص يعني. وبالتالي لما انقل الروتو ناحيه الستيتور يبقى الشكل بتاعه عامل ازاي؟
طبعا انت فاهم ان الروتر بتاعك الاختلاف ما بينه لازم يبقى شورتنج، عشان احنا اتفقنا ان الروتر بتاعي لازم يبقى فيه شورت سيركت عشان تولد فيه النت ومر التيار، يبقى ده اي 2 داش على اكس اس 2 او داش اي 2 داش اي 1 بي 1 ار 1 اكس 1 ار ام، ودي الاكس ام هو التيار النرو. تمام، كنا بنقول عشان نسهل الموضوع شويه دي هتبقى برضه اي 2 او داش اللي هي عباره عن اي 1. سهل الموضوع شويه فبنعمل ابروكسيميتد سيركت عشان نعرف نحل بيه. فاحنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنشيل الفرع ده نحطه هنا ليه؟ لان الفولتج دروب اللي هيبقى هنا يبقى عباره عن اي 1 في ار 1 زائد جي اكس 1. لو نقلت ده هنا يبقى التيار اللي هيمر هنا هو هو هيبقى اي 2 داش، واحنا عارفين ان التيار نورمال بيبقى تيار صغير فالموضوع مش هيأثر قوي. فانا ممكن اقلل ده ابروكسيميشن يعني عشان اعرف اسهل الحل، بحط فرع المغناطه بتاعي في الاول. دي واحد ده الار ام، وبالتالي الطار اللي هيمر هنا هو اي 2 داش، والطار اللي هنا اي 1، والطار اللي هنا الاي 2 داش. تمام، وبالتالي ممكن اقول من هنا ان اي 2 داش عباره عن ايه؟ انت عندك الفولت ده كانه فرعين توازي، دول فرعين توازي، وده كله كمان ده توازي مع الفولت اللي هنا مقسوم على ده كله، يديني طار اي 2 داش، واي 2 داش عباره عن دي واحد على ار 1 زائد ار 2 داش على اس زائد جي اكس 1 زائد اكس 2 داش. في مشكله في كده؟ طب بالنسبه للتيار اي 1 ممكن اجيبه ازاي؟ ممكن جمع اتجاه الاثنين او اي 2 داش اي 2 داش الفولت ده دي مقابلتين توازي كده، ده فرعين توازي وده كمان معاهم، وبالتالي الفولت ده متعامل يعني متسلط على ايه؟ كله على الفرع ده كله. يبقى التيار اللي هيمر فيه عباره عن ايه؟ الفولت على الزد ايكوفيلنت، فالزد هنا عباره عن ايه؟ ار 1 زائد ار 2 داش على اس زائد جي اكس 1 زائد اكس 2 وده ده كله قسمتها الفولت. طب الفولت ده عباره عن ايه؟ طبعا ده دي فيزر، لان انت الايكوفيلنت سيركت احنا بنعملها بنعملها فيزا واحده. تمام؟ فالفولت اللي هنا في القانون ده عباره عن فولت الفيزا، وبالتالي التيار ده عباره عن ايه؟ تيار فيزا. تمام؟ طب بالتالي الاي 1 ممكن نقول انها عباره عن جمع اتجاهي للاي او، ده الاي نروز زائد اي 2 داش. طب الاي ولا احسبه ازاي؟ واحد يقول لي ممكن اقسم البي على الايكوفالنت، دي ماشي، بس احنا خدنا بعد كده ان في اختبارات ان انت ممكن النولود ده اللي هنشتغل بيه في المسائل، انت يبقى معاك الاي او النولود تيست، يبقى انت معاك التيار بتاع النولود. تمام؟ وانا اعرف احسب الاي والاي 2 داش. تمام؟ طب بعد كده عشان اشتغل على اللي انا عايز اشتغل عليه التورك بتاعي، انت عارف ان قانون التورك، التورك بيساوي البي ام، او بنقول ان البي جاب او البي ام على الاوريجن، اللي هي البي ام عباره عن ايه؟ بي جاب 1 ناقص اس على الاوميجا، الاوميجا بتساوي 1 ناقص اس في الاوميجا اس. فانا ممكن اشيل دي كلها واحط اوميجا اس تحت، يبقى هي عباره عن بي جاب على اوميجا اس. فبالتالي عشان اجيب التورك انا محتاج البي جاب. طب ايه هي البي جاب؟ هو الباور اللي طلع من الستيتور راح للروتر، واحنا اتفقنا ان هو ده هيبقى ميكانيكال باور يعني ولا الكتريكال، اتفقنا ان جوه كل موتور جنريتور، جوه كل جنريتور موتور. بس في الاندكشن في الدي سي كان بيحصل العكس، يعني بيحصل الاكشن اللي بيحصل الاول المفروض الطبيعي لو هو موتور يحصل موتور اكشن وبعد كده جنريشن اكشن. هنا ده موتور بيحصل الاول الجنريشن، ليه؟ لان انت عامل شورتنج على الروتر بتاعك، فلازم الاول يتكون فيها اي ام اف تمرر التيار، والتيار هو اللي يعمل التورك، وبالتالي الباور اللي هيوصل للروتر الاول عباره عن ايه؟ عن الكتريك باور، وبعد كده يتحول لميكانيك بعد ما تشيل منه الكابل لوس الاثنين. فالبيج اب دي عباره عن ايه؟ الكتريكال باور. تمام؟ فالبيج اب دي عباره عن ايه؟ قال لك البيج اب لو انت رجعت ده تاني في النص هنا يبقى عباره عن 3 اي 1 الاي 2 داش كوزاين فاي 2 داش او كوزاين فاي 2. تمام؟ وبعدين فالدكتور مشي معاك في القانون ده شويه لحد ما جاب لك التي وقسم البي جاب، شال الاي 2 داش حط القيمه ديت وشال الكوزاين فاي، طبعا مش هتبقى دي هتبقى في الاي يعني ان احنا مبسطين دي، وشال الكوزاين فاي حط الريال على على الريال زائد الايماجنري. فالقانون طلع في الاخر ان هو التي بيساوي كي تي اس الفا اس سكوير زائد الفا سكوير. وقال لك الكي تي هو ده بيسميه ثابت العزم، ثابت العزم
ثابت العزم اللي هو ليه سموه ثابت العزم اللي انا ما اعتمدش على السرعه. الكي تي ده عباره عن 3 اي 1 سكوير على اوميجا اس اكس 2 او داش، فهو ما اعتمدش على السرعه. مش على السرعه ازاي؟ لان الاي 1 بعد كده الدكتور قال لك ساعتها ان انت ممكن نبسط الدنيا خالص ونقول ان الاي 1 تقريبا بتساوي الفي 1. يبقى انا ممكن اقول التورك اللي انا على طول بيساوي الفي 1 تربيع، يبقى الفولت اللي جاي من السبلاي تربيع بيساوي التورك اللي يتناسب مع التورك بتاع اللي هيتكون. تمام؟ فانا دي لو اتسمعت في المساله ولا حاجه مش هعوض بالاي، هعوض بالفي اللي هي بتاعت الانبوت باي الانبوت سبلاي فولتج. تمام؟ فانت الفولت ده انت اللي مدخله الاوميجا اس بتعتمد على ايه؟ على الاف وال2 بي، فدي ما بتعتمدش على السرعه، والاكس 2 داش هي كده كده المعارضه بتاعت الروتور نفسه، فدي ما بتعتمدش على اي حاجه في السرعه. تمام؟ والالفا قال لك الالفا ديت عباره عن ار 2 الريشيو بين الروتور ريزيستنس على الروتور رياكتنس ات ستاند ستيت، او الروتور ريزيستنس منسوبه للستيتور على الروتور رياكتنس ستاند ستيت منسوبه للستيتور. تمام؟ فهنا برضه ديت تعتمد على المقاومه والمعاقه بتاعت الروتر، وبالتالي ايه اللي هيظهر في التيتا؟ الاس بتاعه على حسب، والاس بيعتمد على ايه برضه؟ الاس بيساوي الان اس مع سن على الان اس، يعني بتعتمد على ايه الاس؟ على السرعه، وبالتالي على حسب الاس لما بتتغير التورك بتاعك هيتغير. تمام؟ فقال لك عشان اجيب التي ماكس هفاضل بالنسبه للحاجه المتغيره اللي عندي، يبقى فاضل بالنسبه لايه؟ للاس، وبالتالي طلع التي ماكس من هنا. الحته دي كي تي ثابت العزم ما بتعتمدش على السرعه، صح؟ الاس كده كده بتعتمد على السرعه، ما انت لما بترسم التورك سبيد كيرف عند الاس هنا بكام؟ واحد هنا الاس بصفر، هنا السرعه ان اس هنا السرعه بصفر، وبالتالي على حسب السرعه بتاعتي الاس هيجي عندي. تمام؟ التي ماكس هتحصل عند الاس بتساوي الالفا، ساعتها وجد ان التي ماكس بتحصل عند الاس بتساوي الفا، والتي ماكس ساعتها طلع بيساوي النص الكي تي. تمام؟ وبالتالي انت المفروض انت ده الشكل بتاعك، ده التورك مع السرعه بتاعتك الان او الاوميجا، فيبقى ده التي ماكسيمم بتاعك. التي ماكس هنا هتلاقي الالفا مثلا اللي هي الريشيو بين الار 2 على الار على اكس 2 او مثلا، تطلع مثلا 2 من 10. يبقى عندها التي ماكس يبقى عندها لسه بكام؟ 2 من 10، لان عند التي ماكس الاس بتساوي الالفا عند التي ماكس. تمام؟ فلو انا غيرت في الالفا ايه اللي هيحصل عندي؟ هقول لك انت هتغير الالفا ازاي الاول؟ بحاجتين اثنين، يا اما غير الار 2 يا اما غير الاكس 2 اهو. لما بغير الاكس 2 اهو بيغير من قيمه الماكسيموم تورك، لان الكي تي بتاعك بيتغير، لان الكي تي بيعتمد على الاكس 2 اهو. فانا ما بغيرش في الاكس 2 اهو، بغير فين؟ في الار 2. يعني بعمل ايه؟ بحط مقاومات مع الروتر، مقاومات اضافيه مع الروتر. تمام؟ طب لما ارفع الالفا عن طريق ان انا رفعت الار 2 صح؟ عند التي ماكس اللي بيحصل؟ اس بتساوي الفا، والالفا اللي حصل فيها؟ الاس اللي حصل فيها؟ الاس بتساوي ان اس ناقص الان على ان اس، دي زادت يبقى الان حصل فيها؟ قلت، يبقى السرعه قلت اللي عندها بيحصل التي ماكس. لا التي ماكسيمم اه بالظبط، فالتي ماكسيمم اللي هنا كده كده ثابت ليه؟ لان نص في الكي تي، هل انا غيرت في الكي تي؟ لان ما غيرتش في اي حاجه في الثلاثه في الدي سكوير على اوميجا اس اكس 2 داش، فالكي تي ثابت. تمام؟ فانا بالتالي ما غيرت الار، الالفا اتغيرت، لسه اتغيرت، يبقى السرعه بتاعتك اللي بيحصل عندها التي ماكسيمم اتغيرت قلت. يبقى انت شكل الكيرف بتاعك لو انت زودت الالفا خليتها مثلا 4 من 10 يبقى شكله عامل كده. في مشكله؟ ان الاس بتاعتك زادت بقت 4 من 10، بعد كده عليت الالفا زياده، يبقى السرعه اللي بيحصل عندها التي ماكسيموم قلت، الشكل بقى عامل كده، وهكذا لحد ما اوصل ليه في الاخر، لحد ما اوصل عند الالفا بتساوي 1. يعني ايه الفا بتساوي 1؟ يعني التي ماكسيموم بتحصل عند الفا بيساوي 1، اللي هو اس بيساوي 1، ولما الاس بيساوي 1 انا عملت التي ماكسيموم عند ايه؟ عند الستارت، يعني عند الان بتاعتي بتساوي صفر. في مشكله في كده؟ طبعا انت خدت بقى في المحاضره ان انت ايه الانسب بالنسبه لك، انت تشتغل على موتور الالفا بتاعته بواحد ولا 2 من 10؟ على حسب اللود بس هو الدكتور قال لك انت الانسب ان انت ما تشتغلش على حاجه الالفا بتاعتها عاليه. ليه؟ في الاساس ليه؟ عشان يبقى في فرق بين التوب نود والتوب اللي انا
ماشي ماشي بقى تقدر تتكلم في نقطه مهمه هنتكلم فيها في الدرايف قدام. بس اولا كده كده انت لو انت عندك الالفا دي بتساوي 2 من 10 فانت طبعا ده مش لان التورك بتاع الحمل اعلى من التورك بتاع المحرك مش هيمشي، فانت لازم بتضطر ان انت تبقى اعلى من كده تمام. بس انت لو فضلت ماشي على الواحد اولا هيبقى عندك حاجتين، انت مزود مقاومات فين؟ في الروتر، وبالتالي المقاومات دي برضه فيها تيار وبالتالي يبقى فيها بوصلة، فالبوصلة بتاعتك هتبقى عالية. تاني حاجة المفروض انت عارف ان نقطة التشغيل هي بتقطع عزم المحرك مع عزم الحمل، وبالتالي انا شغال عند الالفا بيساوي واحد يبقى نقطة التقاطع هنا، السرعة اللي هدور بيها الحمل بتاعي هي هنا. اما لو كنت شغال عند ده ساعتها سرعة اكبر، محدش يقول لي لا هو التورك في اوميجا يبقى الباور اللي طالع من هنا ديت اقل. طب ما دي حاجة حلوة، هو الحمل عايز يدور بسرعة معينة، انت ضغطت بسرعة تانية خالص يبقى انت ما بتقوليش الباور اللي طالع مني قليل، لا انت ما اديتش اصلا الريكويرمنت بتاع القلب. تاني حاجة الراجل بيتكلم فيها، فانا من اول فانا عايز اللي يحصل ان انا اكون شغال في البداية ماشي على ده، بس في الاخر اوصل في الاخر ليه؟ لده. ليه بقى اكون شغال في البداية لده حتى لو التورك بتاعك قليل؟ عشان الستارت. هي الراجل ده اتكلم في نقطه حلوه ان انت بعد كده هتبقى واخد المعادله بتاعه التورك تمام، ان انت كل ما التورك بتاع المحرك يبقى اعلى من التورك بتاع الحمل بيقلل فتره الستارت تمام. لما يقلل فتره الستارتنج انت عارف ان في الستارتنج تايم التيار بيبقى عالي، فانت عايز اصلا تقلل الفتره دي، وبالتالي التورك بتاع المحرك اللي هو في حاله الستارتنج كبير يبقى التايم بتاعك هيبقى قليل، فانت هتسرع فتره البلد، فدي حاجه كويسه. فالدكتور قال لك ايه؟ يبقى انت تجيب موتور مثلا الفا بتساوي 2 من 10 بس تستخدم مقاومات، يعني تستخدم اوفنز روتر وتقعد تزود فيها في الاول، يبقى الستارتنج بتاعك الالفا بتاعتك عاليه، تقلل المقاومه تقلل المقاومه تقلل المقاومه لحد ما توصل ان انت تمشي على الالفا بتساوي 2 من 10 عشان زي ما قلنا اللوسز وعشان يدور بسرعه اعلى. في مشكله في كده؟ هنحل بقى مسالتين انا اللي هستفاد بيهم كده لقيت كلها قانون التورك والتي ماكس. هو انا هاد الالكترون بتاع اي 2 داش هو ممكن محتويه افتكر بس قانون اي 2 داش واي 1 تمام؟ اتفقنا على ستين اتفقنا على ستين اتنين ان التي ماكس بتاعي عباره عن نص تي تي، تي بتاعي عبارة عن تي تي اس الفا الفا تربيع، اس تربيع زائد الفا تربيع. لو انا قلت لك ان انا عايز التورك بتاع الفول لود وبالتالي السرعة اللي هتبقى عندي تبقى سرعة الفول لود، لو قلت لك مثلا هاف لود يبقى السرعة اللي عندي سرعة، وبالتالي اللي بيظهر عندي هنا الاس بتساوي ان اس ناقص الان على ان اس، لو قلت لك انا شغال فول لود يبقى الان هنا فول لود وبالتالي الاس عندها فول لود. فلو قلت لك انا عايز التورك بتاع الفول لود يبقى انت هتقول هنا اس فول لود وهنا اس فول لود، في مشكلة في كده؟ تمام؟ نحل مسألة 13 و 14. مسألة 13 بتقول مسألة 13 بيقول لي أنا عندي سكارل كيج اندكشن موتور از ماكسيمم تورك اوف 2.25 ضعف الفول لود تورك، يعني هو مديني تي ماكس بيساوي 2.25 التي فول لود. مديني ستاند ستيل روتور رياكتنس از 4 تايمز الروتور ريزيستنس. ستاند ستيل روتور رياكتنس يعني ايه؟ مديني اكس 2 اوم باربع اضعاف الروتور ريزيستنس ار 2 تمام. فايند ذا فول لود سليب، يعني عايز السليب عن فول لود تمام، السليب عندي فول لود. هجيب السليب عند الفول لود ازاي؟ انا محتاج السرعه عند الفول لود صح؟ بجيب السرعة من الفول لود ازاي؟ هو بلاش السرعة من الفول لود، انت عارف ان التورك ماكسيموم بيساوي نص في الكي تي صح؟ الكي فول لود انا ممكن اقول التي ماكس على التي فول لود على 2.25 عبارة عن نص في الكي تي على تي فول لود كي تي اس فول لود الفا على اس في اللود تربيع زائد الفا تربيع الكي تي تروح مع الكي تي، فانت عايز الالفا. الالفا بتاعتك عباره عن ايه؟ ار 2 على اكس 2 نوت، ار 2 على اكس 2 نوت بكام؟ بربع 25 من 100. وانت معاك ايه؟
معاك الالفا يبقى تعرف تحسب الاس بس هتبقى معادله من الدرجه الثانيه لسه هتطلع لك حاجه من الاثنين يا اما اس بتساوي مثلا تقريبا حوالي 5% يا اما اس بتساوي 1.7 حاجه زي كده 1.5 ايا كان هتختار اي واحده فيهم اللي فوق ليه لانك الديفولت بتاعك هتقول ان الاس بتاعتك اكبر منها مساوي 0 و1 ده انت بتشتغل مضرب بس انا هقول لك حاجه سريعا يعني دي معلومه ليك ان انت الاله بتاعتك تنفع تشتغل في مجموعه كوادرنت عادي تقول قوية دي هم اللي فاضل وبالتالي التركي سبيد احنا بنشتغل عليه الربع الاول فالتركي سبيد هنا التورك والاوميجا الاثنين بوزيتيف وبالتالي الباور بتاعك هنا يبقى بوزيتيف ده بيشتغل موتوري صح؟ ده اللي احنا متعودين عليه حاجه هنا الاقي التورك والاوميجا التورك بوزيتيف والاوميجا نيجاتيف يبقى انا شغال يا اما جنريشن يا اما بريكنج ان انت تحاول تفرم الاله فبيبقى تقريبا الكير بشكل عام تيجي في الربع الثالث التورك نيجاتيف والاوميجا نيجاتيف البي بص لما انت شغال موتورنج بس فين؟ جايب تورك بيحاول يدوره في الاتجاه الثاني هو دور في الاتجاه الثاني فبالتالي شكل الكيرف هيبقى هو ده بس مقلوب يبقى شكله هيبقى عامل كده لو الاس هنا بواحد زي ما احنا متعودين يبقى الاس هنا بكام؟ صفر الاس هنا تبقى بكام؟ تبقى باثنين ليه باثنين؟ لان بقول الاس عباره عن ان اس ناقص الان على ان اس دلوقتي الان بقت ايه؟ سالب الان هنا كان بيدور في اتجاه بان يبقى هنا بيدور بسالب ال ان يبقى ال ان اس زائد ال ان على ال ان اس وبالتالي الاثنين ممكن يوصل لاثنين بس طبعا انا هختار عندي ورقه هختار دي ليه؟ لان الاستيب ده قليل قوي لو انا شغال فول لود يبقى المفروض لو هنا هيبقى قريب للصفر هنا يبقى قريب للاثنين وبالتالي ده برضه هيبقى مرتب بس انا حبيت اقولها لك برضه عشان تبقى عارف ممكن تشتغل في الربع الثالث عادي موترنج يعني مفيش مشكله في دي ثري فيز اندكشن موتور ثري فيز اندكشن موتور لف بتاع 50 2 بي بيساوي 24 3300 فولت فول لود سبيد لان فول لود 247 ار بي ام ستاند ستيل روتور رياكتانس يعني اكس 2 او عباره عن 265 من 1000 يدينا الروتو ريزيستنس الار 2 عباره عن 16 من 1000 اوم كالكوليت الروتو سبيد ات ماكسيمم تورك عايز الان ات تي ماكس ثاني حاجه عايز التي ماكس ات تي فول لود في مشكله في كده؟ الان عند التي ماكس الشرط اللي يحصل عند التي ماكس ان الاس تساوي الفا وبالتالي لو عرفت احسب الالفا اعرف اجيب الاس وبالتالي اعرف اجيب الان اللي عند التي ماكس الالفا بتاعتي بتساوي ار 2 على اكس 2 او ار 2 16 من 100 على 256 من 1000 265 من 1000 يبقى انت حسبت الالفا وبالالفا عرفت احسب الاس اللي عند التي ماكس وبالتالي الاس عند التي ماكس عباره عن اس ناقص الان عند التي ماكس على او الان تي ماكس التي ماكس عباره عن ايه؟ ان اس في 1 ناقص الاس اللي عند التي ماكس يعني كان بقى تكتبها كده عايز تكتبها اس وخلاص كده طب الان اس عباره عن ايه؟ هو مديني الاف ومديني الاثنين بي يبقى الان اس 120 في اف على 2 بي تطلع 250 ار بي ام تمام؟ دي هتطلع ايه؟ ما علينا تطلع في الانفاسيون يبقى انت تعرف تحسب الان هات تي ماكس طب التي ماكس على التي فول لود زي ما اشتغلنا في المسألة اللي فاتت نص في الكي تي على كي تي اس فول لود الالفا على اس فول لود تربيع زائد كي تي مع كي تي تاني طب اس فول لود معايا مع الالفا انا هحسبها اول حاجه معايا الاس فول لود لا بس معايا الان فول لود اقول الاس فول لود بيساوي ان اس ناقص ان على ان فول لود ان اس 250 ان فول لود 47 على 250 دي تقدر تطلع يبقى معاك الاس فول لود ومعاك الالفا تعرف تحسب التي ماكس على التي فول لود مفيش مشكله تمام
بعد كده هنتكلم على ازاي احسب البارامترز بتاعت الاله بتاعتي عن طريق النود والشوب سيركت تيست. هنتكلم كمان تيست ثالث معاهم على عكس كنا بنتكلم فيه ستروب فور، هما اتنين بس. اللي انا عايز اعمله ان انا عايز احدد البارامترز بتاعت الاله بتاعتي. ايه هي البارامترز بتاعت الكوبلر سيركت بتاعتي؟ ار 1 اكس 1 ار 2 اكس 2 دولار ام والاكس ام. التست ده كنت بحسب بلون النولود، كنت بحسب ايه تاني؟ الارض وصل. وفي التست ده كنت بقول انا بحسب الاكس شوب سيركت والار شوب سيركت، وبحسب كمان الكبر وصل اللي موجوده في الروتر وفي الاستيج. تمام، فانا اعمل النولود واعمل شورت سيركت تيست بتاعي. النولود انت هتسيب الاله الروتر بتاعك دور زي ما هو، زي ما هو عايز، يعني انت ما بتحملش عليه اي حاجه. تمام، فانت بالتالي التورك اللي بيطلع منك او الباور اللي طالع من الاله هو بيتغلب على حاجتين اثنين، على الارم الوسط اللي احنا اتكلمنا عليها، وتاني حاجه عشان لو في شويه فريكشن موجوده. فبالتالي انت هتلاقي ان انت ادي التورك سبيد كيرف بتاعك شكله عامل كده. لو انت عندك حمل صغار خالص على الاله، يعني كتير اللي طالعه دي، بس خاصه انها تورك خاص انها يطلع فريكشن ويتغلب على الدي ار، فاحنا يعني هتبقى شكله عامل كده مثلا. فبالتالي السرعه اللي هيدور بيها الروتر هتبقى قريبه جدا لسرعه السنكرونس. فبالتالي انا ممكن اقول ان التست ده بيحصل عند الناس، ان الروتر بيدور بسرعه قريبه للناس. فلما الروتر يكون بيدور بسرعه قريبه للناس يبقى السليب بتاعي صفر. في مشكله في كده؟ طب انا كنت بعمل ايه في النولود الاول؟ كنت بحط اميتر وفولتميتر واتميتر عشان اقيس الباور والفولت والتيار، واحسب بعديها الايه؟ الار ام والاكس ام. تمام؟ طب التوصيله كانت ازاي اتخدت في المحاضره؟ انت لو عندك ادي الفيزه الاولانيه، الفيزه الثانيه، الفيزه الثالثه، وصلتها مستار نيوترال بتاعي، ادي اميتر يقيس التيار اللي فين؟ اللي في الفيزه، والتميتر يقيس جهد الفيزه، وعندك واتميتر. الواتميتر ده كده متوصل ان هو يقيس الباور بتاع الفيزه الواحده. هو لما بنيجي نشتغل في 3 فيز فقال لك لما تيجي تجيب الباور انت بتقول 3 مثلا فكذا. فالدكتور قال في المحاضره ده اللي انا فهمته منه ان انت اللي انت هتحسبه هنا بتضربه في 3 وتقعد بيه في الطن. او انا ممكن اقول لك انت مستخدم طريقه معينه زي اللي انت خدتها في الميجرمنت، سواء ب 1 واتميتر 2 واتميتر 3 واتميتر، انت موصله في الدايره بحيث ان هو يقيس لك الباور بتاع ال 3 فيز كلهم على طول. فاحنا هنشتغل على اساس ايه؟ ان احنا قايسين الباور بتاع ال 3 فيز على طول. فلما اجي اعوض في القانون ده الباور اللي انا هحطه بالثلاثه، مش هضربه بثلاثه على حاجه. تمام؟ احنا هنشتغل بالباور عادي خالص كاني قايس الباور للثلاث فيزات. طب الايكوفالنت سيركت كانت هتبقى عامله ازاي؟ شكلها عامل كده. هنا كان في ايه؟ عارف مين ده؟ شرس ريس دلوقتي بكام؟ بصفر. وبالتالي المقاومه بتاعت الروتر بتشاف انها مقاومه ما لا نهايه، وبالتالي يسمونها فيها تيار اللي هي هتتلغى. تمام؟ فانا كنت بقول لك ان التست ده بيتم عند الفي بتاعتك بتساوي الفي ريت. ليه كنت بقول كده؟ عشان انا بحسب التست ده البي ار بتاعتي. تمام، فانا عايز البي ار ده اللي اكون حاسبها بالتست تكون هي الريت بتاع الاله بتاعي فعلا. فالبي ار بيعتمد على ايه؟ كده كده هو بيتكون من ليدي كارنت وهيستريس. تمام، ليدي كارنت وهيستريس بيعتمد على حاجتين اثنين، على الاف وعلى البي. وكثافه الفي بتعتمد على الفولت، فلو الفولت بتاعك قليل بالتالي الار لوسز اللي موجوده بتبقى قليله. تمام، تاني حاجه ممكن نقول برضو ايه؟ ان انت الار ام هي اللي بتمثل الار لوسز، وبالتالي الار ام ديت لازم يكون متعرض عليها الفولت ريت. المفروض عملت الكلام ده في الترانسفورمر، المفروض لو عملت التيست ده كمان اتغير. بتحسب كل حاجه، يعني حتى كان بيغير لك الفولت لحد ما وصله للريت ده كان في المعمل، وتحسب الار ام والاكس ام، وبتحسب الار لوسز في كل حاجه. فانت هتلاقي الار لوسز بتتغير. وبالتالي بتشتغل عند الفي بيساوي الفي ريت. في الحاله ديت التيار اللي هيمر هنا اللي هو النولود كارنت، فانت عملت ثلاث حاجات، جبت البي او
ده الارم بوسس، وجبت الدي او اللي هو النولود فولتج والايور، ده جبته من الثلاث اجهزه اللي انا حطيتهم. طار اللي هيمر هنا رسميته ايه؟ طار النولود ده عشان يتغلب على على ايه؟ على الارم بوسس ويجيب الماجنتايزنج كارت. واحنا في الترانسفورمر قلنا ان التيار ده بيبقى قليل جدا، حوالي 5% من التيار الريت، وبالتالي الفولتج دروب اللي هيبقى هنا هيبقى قليل، وبالتالي ممكن اهمل ده كمان، فراح اعمل ده كمان كده. وبالتالي بقى دي الدايره المكافاه بتاعتي شبه الترانسفورمر بالظبط. هيمر هنا التيار اللي هو الاي او اي اللي بسميه الاكتف كومبوننت، وهنا بسميه الرياكتف كومبوننت اللي هو الاي ميو. وبالتالي البي اللي انت حسبته اللي هو البي اي ار عباره عن ايه؟ 3 في البي نورود في الاي نورود في الايه؟ ديزاين فاي نورود. وبالتالي اعرف احسب من هنا فاي، ماشي على طول احسب الفاي بقى تمام؟ وانت عارف البوت بتاع لو خدته ريفرنس في الاتجاه ده اللي هو الفي نورود، التيار اللي هيمر في المقاومه تبقى لازم ينفذ مع الجهد بتاعها يبقى شكله عامل كده، والتيار اللي هيمر في المعوقه هيبقى بلاك بزاويه 90 لتحت، وبالتالي ده تيار الاي او بتاعي، يبقى ديت الزاويه فاي او. انا عايز ايه في الاساس؟ عايز الار ام والاكس ام، فخلاص انا هجيب الاي او اي والاي ام، وبالتالي اعرف اجيب الار ام والاكس ام. هجيب الاي او ازاي؟ اي او كوساين الزاويه اللي هي فاي او، الاي يو اي او كوساين فاي او. وبالتالي اعرف ان الار ام عباره عن بولت على التيار اللي هيمر فيه، يبقى الفي على اي او اي، والاكس ام في على او في نورود على وهكذا. اخر حاجه معانا هنا في التست ده ان انا عايز اجيب البي اي البي ار اللي كانت انا حسبتها ازاي؟ 3 في الفي او فاي او كوساين فاي او، او ممكن اقول انها عباره عن ايه؟ 3 في الاي سكوير في الار اللي مرر فيه، يعني 3 باي او اي سكوير في الار ام، او 3 في الفي او سكوير على ار ام. ممكن اقول ايه بقى؟ 3 في او في اي او كوساين فاي او، يبقى ممكن اشيل دي واحط اي او اي، يبقى بتساوي 3 في الفي او في الاي او اي. دي هشتغل بقى في 5 تمام؟ هشتغل بقى في 5 دقايق. تاني تيست عندي هو الشورت سيركت، او بيسميه البلوك روتو تيست، شورت سيركت او بلوك روتو. ده انت مانع الروتر بتاعي ان هو يتحرك ايا كان بقى الطريقه، زي في المعمل لو بتستخدم دي كارنت بريكنج ولا ايا كانت الطريقه اللي الدكتور قال لك عليها، وبالتالي السرعه اللي هيدور بيها الروتر هو مش هيدور، انت عامل له بلوكنج يعني موقفه. فالان بتاعتك بتساوي صفر في الحاله دي، والاس الاس بتاعتك بتساوي واحد تمام؟ هنا عشان انت بتحاول توقف الروتر بتاعك فانت حاطط عليه عزم عالي، فبالتالي التيار المسحوب هيبقى تيار عالي، فانت بتحاول تاخد بالك ان التيار اللي هيمر هنا ما يبقاش اعلى من التيار ايه؟ فاحنا بنعتمد التيست ده عند الاي بتساوي الاي ريتد. وتاني حاجه عشان انت بتحسب هنا الكفر لوسز، فالكفر لوسز ديت لما بحسبها تمام؟ الكفر لوسز ديت بتبقى 3 في اي سكوير في الار، وبالتالي المفروض التيار اللي بيمرر فيها عشان يبقى ريتد التيار الريتد. وبالتالي فانا بشتغل برضه التيست ده عند الريت عشان لما اجيب الكفر لوسز يبقى كان التيار اللي مر هو في نفس التيار الريت تمام؟ فالكوفيلنت سيركت انت بتشتغل عامل ازاي؟ انا طبعا ما بقاش في ار 2 داش على اس، بقت ار 2 داش بس عشان اس اس بواحد اكس 2 او داش ار 1 اكس 1 ار ام اكس. اولا الجهد اللي هيجيب الاي دي بتساوي الاي ريتد هيبقى جهد قليل، فالبي بتاعك هيبقى اقل زي ما انت شفت في المعمل، اقل كتير من البي ريت تمام؟ وعليه زي ما اتفقنا الباور بتاعك الاي ار اللي بيعتمد عليه على البي ريت، لما البي ريت تبقى قليله يبقى البي ار قليله، فانا ممكن اهمل الاي ار بنص. والتاني حاجه قلت لك ان التيار بتاع النولود ده عباره عن 4-5% من التيار الريتد، وبالتالي قال لك انت ممكن تهمل من هنا فرع المغناطيس كله عادي خالص. لما عملت فرع المغناطه بقى ده ممكن اقول ان ده بي شورت سيركت، مضطر ان هو بقى شورت سيركت، وانت حاسس البي شورت سيركت. طبعا البي شورت سيركت ديت اللي هي ايه؟ بي كور واحد واثنين يعني. ومن هنا بعرف اقول ان انا عايز احسب الار شورت سيركت والاكس شورت سيركت. كنت بحسب الار شورت سيركت ازاي؟ بقول البي شورت سيركت عباره عن
ثلاثة اي شوب سلك التربيع في الار شوب سلك. لو عرفت احسب ار شوب سلك. ثاني حاجة كنت اقول لك الزد شوب سلك عبارة عن دي شوب سلك على اي شوب سلك. ومن هنا اعرف احسب الاكس شوب سلك عبارة عن كذا التربيع الزد شوب سلك التربيع ناقص الار شوب سلك. قلنا بقى بعديها ايه؟ قلنا ان احنا الاكس واحد الاكس اتنين وداش ما ينفعش افصلهم عن بعض. فرحنا عايزين يعني ابروكسيميشن كده صغير ان ممكن اعمل هنا الاكس واحد هنعمل بتساوي اكس اتنين وداش بتساوي اكس شوب سلك. طب هنا ما عملش الكلام ده، قال لك لا، قال لك انا هستخدم تيست تالت عشان احسب مقاومه الستيت. يبقى انا بعمل حاجه اسمها الدي سي تيست عشان احسب ليها غلط من ده، عشان احسب الار واحد اللي هي مقاومه الاستيتور بتاعي. احسبها ازاي؟ حاجه بسيطه يعني. قال لك انت عندك ثلاث ملفات اهو، تمام؟ الثلاث ملفات دول اروح جايب دي سي سبلاي هنا. الدي سي سبلاي ده انا عارف انا معرض جهد قد ايه، احط اميتر اقيس التيار، وبالتالي الدي سي سبلاي ده انا شايف ديت ايه؟ المفروض انها معوقه ومقاومه، بس ده دي سي يبقى شوف ايه؟ مقاومه بس، يبقى في هنا ار واحد وهنا ار واحد. يبقى اللي انا قيسته دلوقتي تيار ايه؟ قصدي جهد مقاومه ايه؟ لما اقسم الفولت ده على التيار مقاومه في ستين. طب اجيب المقاومه ازاي؟ فيزا واحده اقسم على اثنين، يبقى انا جبت ار واحد. هل هي ديت المقاومه بتاعه الاي سي؟ قال لك لا، قال لك ليه؟ لان في حاجه اسمها السكين افكت، انت فاهم؟ اللي هو انت في الاي سي المقاومه بتاعتك بتتغير عن الدي سي. ليه؟ عشان انت هنا بيبقى التيار متوزع بانتظام، في الموصل هناك بيبقى متوزع بشرط. اه بالظبط كده، وبالتالي الار في الاي سي بتبقى اعلى من الار في الدي سي، فبالتالي بضرب هنا في ريشيو معين عشان اعرف اجيب الار اي سي، بس ده مش هنعمله في المساله يعني. انت فهمت هنعمل هنا؟ انا حسبت في الدي سي تيست ار واحد. هنا بقى انا جبت ار شورت سيركت، صح؟ ار شورت سيركت عباره عن ايه؟ ار واحد زائد احنا ما قلناش دي، انت فاهم بقى ان الاكس شورت سيركت عباره عن اكس واحد زائد اكس اثنين وداش، والار شورت سيركت عباره عن ار واحد زائد ار اثنين داش، مش مشكله؟ يبقى انت معاك الار واحد وانت حاسب الار شورت سيركت، لو تعرف تحسب الار اثنين عباره عن ار شورت سيركت ناقص اكس شورت سيركت اكس شورت سيركت على اثنين، صح؟ في مشكله كده؟ يبقى انا هحسب من هنا الفرع المغناطه الار ام والاكس ام لو انا محتاجه في اي حاجه يعني. هنا بحسب الار شورت سيركت والاكس شورت سيركت، وبحسب الاكس واحد والاكس اثنين والداش، ومن هنا بعرف احسب الار واحد، بعرف احسب من هنا الار اثنين. في مشكله؟ حل مسالتين بقى باذن الله. احنا هنحل مسائل لحد مساله رقم 17، تمام؟ فانت هتبقى مطالب في الميد ترم لحد مساله 17، من مساله 18 لحد مساله 32. استغفر الله. مساله 32 مساله 18 لحد مساله 32 هيبقى سيركل دايجرام. بصوا يا شباب، سيركل دايجرام، سيركل دايجرام هتاخده بعد الميد ترم ان شاء الله. من 34 لحد 38 تقريبا هيبقى عندك مسالتين، مسالتين على حاجه اسمها الدبل كيج اندكشن موتور. تاني حاجه عندي هتبقى مسالتين على الستارتنج، بس هنتكلم فيهم بعد الميد. فانت مطالب لحد مساله رقم 17. الدكتور قال لك الامتحان هيجي سؤالين نظري ومساله، فانت عندك سؤالين نظري ومساله في جزء اندكشن. حل مساله رقم 17. صوت يا شباب ليك معايا 3 فيز بوند روتور ستار. البي دي اللي هيديه لي هيبقى عباره عن جهد اللاين تو لاين، ده اللي قلنا عليه 500. الباور عند فول لود 100 كيلو وات، البي اوت 100 كيلو وات، الافشنسي 83%، اف 1 ب 50 4 فولت، الار 1 ب 69000 كم؟ 69000، الاكس 1 ب 214000، الار 2 ب 525000، الاكس
اكس 2 285 الار دي لوسز ديت بتعدل تبقى بي ار لوسز ولا الرياكتيف كومبوننت وفلويد كارنت ما مديني ايه لاين رياكتيف كومبوننت وفلويد كارنت مديني لاين 4.3 تي واحد دي التيرمز بتاعت الستيتور 13 لفه كي دبليو 1 92% تي 2 12 كي دبليو 2 95% كي دبليو 1 عايز مطالب بس هو مديك مطلوب ناقص عندك في المساله ان الاست كل لود ب 5% ايه المطالب اللي عندي؟ تمام عايز الستيتور فيس كارنت عايز الباور فاكتور بتاع الكارنت ده عايز الان فول لود عايز التي ماكس على التي فول لود عايز الهاي ستارتنج على الهاي فول لود عايز مطلوب اخيرا نتكلم فيه في ده الهاي لود اسمه ايه؟ الهاي لود رياكتيف كومبوننت اوف لود كارنت هو عباره عن اكتف اللي هو الاول ايه؟ الباور الموصف والرياكتيف اللي هو الاول تمام؟ عايز تحسب ايه؟ تيار الستيتور للفيز اتفقنا تيار الستيتور عباره عن تيار الروتر منسوب للستيتور زائد تيار نو لود فالاي 2 داش ده عباره عن ايه؟ جي 1 على ار 1 زائد ار 2 داش على اس زائد جي اكس 1 زائد اكس 2 او داش طبعا جي 1 بكام؟ هو مدينا اللاين تو لاين زي ما اتفقنا جي 500 على كان ساعتها انا شغال ستار مديني ار 1 مديني اكس 1 ومديني الاس هل مديني ار 2 داش واكس 2 داش؟ لا مديني ار 2 واكس 2 او بس فاعمل ايه؟ هنسيبها للستيتور انا عايز اجيب الاول الايه اللي هي تي 1 تي دبليو 1 على تي 2 كي دبليو يعني ايه 1 بتساوي 18 في 92% على 12 في 95% كده تطلع 1 4 1 6 حاجه شبه كده بس جبت الايه؟ تعرف تجيب من هنا الاكس 2 او داش اللي هي عباره عن اكس 2 او في ايه تربيع يعني في 1 4 1 6 تربيع ار 2 داش عباره عن ار 2 في نسبه التحويل التربيع كده عرفت اجيب الاكس 2 او داش والار 2 داش بعرف احسب اي 2 داش في مشكله في كده؟ اي 2 داش يطلع 119 119 4 من 10 سالب 19 6 7 تمام؟ حسبت اي 2 داش عايز احسب بعديها ايه؟ الاي نو لود طب هو مديني ايه؟ مديني الاي نيو اول حاجه مش انا ممكن اقول ان الاي نو لود عباره عن الاي او اي ناقص جي في الاي ام لان هم عباره عن اي او اي واي ام كده ممكن اقول ان الاي او اتجاهيا بيساوي الاي او اي اتجاهيا زي الاي ام اتجاه طب الاي ام اتجاهي ادوني ايه اصلا؟ 34.3 وسالب جي دي هتبقى كام؟ سالب 90 يبقى لك الاي او اي اللي هي الزاويه بتاعتها بصفر هجيب ازاي الاي او اي؟ هو مديك الاي او اي احنا اتفقنا ان الاي او اي بتاعتك ده الفي وده الفي ريت اللي انا مسلطه يعني هو الاي ار اوسط بيتعامل عند الفي ريت وده الفي ريت اللي انا معرفه يبقى الفي ار بيساوي 3 الفي في الاي او اي ده الكورنر تشيك هنستخدمه في صح تمام 3 في الفي في اي او اي يبقى انا عندي الاي او اي عباره عن الفي ار بحد 8 من 10 في 10 اس 3 3 في الفي بتاع الكام 500 على بنزل 3 عرفت تجيب الاي او اي هقعد بيها هنا وعرفت اجيب الاي او الاي او هيطلع 34 3 6 3 وزائد 3 8 6 6 8 ونص
بتعرف تجمع اي 2 داش على اي او تجيب الاي 1 اللي هو عايزه ده الفيزيكس عباره عن اي 2 داش زي الاي او عباره هيطلع عباره عن كام؟ 136.6 بالزاويه سالب 33 ده اول مطلوب. تاني مطلوب عندي عايز ايه؟ عايز البار فاكتور. البار فاكتور عباره عن ايه؟ كوساين الزاويه سالب 33 زي ما انت شايف زاويه التيار نيجاتيف وانت بتاخد الجهد ريفرنس يبقى ده لاج بار فاكتور يبقى 48 هيطلع لاج بار فاكتور. ثالث حاجه عايز الان فول لود. انا عارف ان الان فول لود عباره عن 1 ناقص اس الان اس. الان اس بكام؟ مديني الاثنين بي ومديني الاف يبقى الان اس هي كده كده الاثنين بي ب 4 والاف ب 50 يبقى الان اس ب 1500 يبقى الان فول لود 1 ناقص 5% في 1500 تمام؟ يبقى طلعت الان فول لود. ثالث حاجه اديني الاس دي ده ناقص عنده تمام. رابع حاجه عايز التي ماكس على التي فول لود. احنا قلنا التي ماكس على التي فول لود عباره عن ايه؟ تي ماكس على التي فول لود عباره عن نص في الكي تي على كي تي اس تي فول لود والفا على اس تي فول لود تربيع ده الفا تربيع. بالتالي كي تي مع كي تي اس تي فول لود مع 5% مع الفا ار 2 على اكس 2 ار 2 0.525 على 285 من 1000 يبقى انا حسبت الالفا مع الاس فول لود يبقى حسبت التي ماكس مع التي فول لود. مطلوب الرابع عايز اي ستارتنج على الاي فول لود. انا حسبت الاي فول لود اللي هو بتاعي اللي هو الاي 1 تمام. طب الاي ستارتنج ايه اللي هيتغير؟ الاي اصلا عباره عن ايه؟ تيار الفيز عباره عن ايه؟ عن تيار الروتور منسوب للستيتور الفريم زي التيار النلود. هل التيار النلود هيتغير في الستارتنج؟ لا، هو الاير نلوسز ما انت معرض الجهد السالب بتاعك ده دي جبت المغنطيزنج كارنت الايوه مش هيتغير. ايه اللي اتغير عندك؟ اي 2 داش. يبقى انت اي 2 داش بدل ما يكون اي 2 داش هيبقى اي 2 داش ستارتنج. وايه اللي هيتغير لما يبقى اي 2 داش ستارتنج؟ الاس هتبقى بكام؟ 1. الاس هتبقى 1. فانت من هنا ممكن تجيب الاي 2 داش ستارتنج عباره عن دي 1 اللي هي 500 على جذر 3 عادي خالص على ار 1 زائد ار 2 داش بس زائد جي اكس 1 زائد اكس 2 ده كله معاك. يبقى انت حسبت اي 2 داش ستارتنج. يبقى تجيب اي 1 ستارتنج ازاي؟ اي 2 داش ستارتنج ازاي؟ الاي او يعني مش هقدر اطلع 364 وحاجه والزاويه حاجه معينه. لما اجي اجيب اي ستارتنج على اي فول لود وعايز ريشيو فانت مش هتعوض بقوه وزاويه فانت هتعوض بالماجنتيود بس. يبقى انت هتقول 364 و6 مثلا على 136 و6 يبقى انت طلعت اي ستارتنج على اي فول لود. اخر مطلوب عندك انت حسبت من هنا الالفا صح؟ الالفا مثلا هتطلع ايا كان 1/10. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انا عايز المقاومه على ستارتنج اللي هتحطها في الروتر فتخلي لك التي ماكس يحصل ات ستارتنج. طب لما التي ماكس يحصل ات ستارتنج يعني ايه؟ يعني كده كده انت عند التي ماكس الاس بتاعتك بتساوي الالفا. طب الاس هنا بكام؟ 1 1 تمام. فالاس هنا بواحد تمام. وعليه انت بدل ما الاس كان بواحد من 10 بقت بواحد يبقى انت زودت مقاومه وده اللي بقول لك انا عايزك تحسب الار ستارتنج. طب الالفا هنا في الحاله دي اللي هي بتساوي 1 عباره عن ايه؟ ما بقتش ار 2 على اكس 2 او بقت ار 2 زائد الار ستارتنج على اكس 2 او. تعرف ان انت تحسب ايه؟ ار ستارتنج عباره عن اكس 2 او نود ناقص ار 2. في مشكله في مسالك؟ مهندس انا بحسب بالبار فاكتور ليه اشتغلت على الزاويه بتاعت التيار اي 1؟ ما هو عايز البار فاكتور مطلوب هقول لك اللين بالكره عايز الفول لود ستيتور باور فاكتور بتاعي. ما هو كده كده هناخد الزاويه الفي ريفرنس وبالتالي فهي زاويه الجوه زاويه الطالعه مسار 15. هنحل مساله كمان مسار 15
في بتاعت 400 فولت 2 ميلي يساوي 6 اديني تو تيستز عند النولود شورت سيركت تيست النولود الفولت عندي 400 فولت 7 امبير 15 من 100 بقول ان الستيتور بتاعي از دلتا كونكتد وبيديني حاجه بيقول لي الريزيستنس ما بين تو تيرمينالز 1 امبير يعني انت عندك دلتا هيت خليك معايا دلتا هيت الريزيستنس ما بين تو تيرمينالز يعني المقاومه بين النقطتين دول وهذه هسميها ارتي مثلا تلتا ولا اي حاجه عباره عن واحد و... طب ديت ايه دي قوه الستيتور الفيزا الاولانيه ودي الفيزا الثانيه ودي الفيزا الثالثه بتاعتي على اعتبار ان هم كلهم المقاومه بتاعتهم متساويه تمام كمل الثرمال بالاوت باور عايز البي اوت وعايز التورك لما لمبه الكرنت 25 لما اقول لك لما التيار بتاع الانبوت عباره عن 25 امبير وفي حاجه ناقصه في المساله الباور فاكتور بتاعك 8 من 10 لا باور تمام هقول لك ايه هقول لك انت عايز تجيب البي اوت انا زي ما الدكتور برضه قال لك انك لو مفيش اي مطاط عن الفريكشن ممكن تعمل الفريكشن تقول ان البي اوت عباره عن البي ايه دي ميكانيكا بما اني عملت الفريكشن وصل والبي ميكانيكا بتساوي ايه احنا كنا بنقول ان انت عندك المقاومه ار 2 داش على اس بقسمها 2 ار 2 داش بتعبر عن الكفر في الروتر وار 2 داش 1 ناقص اس على فقسمت دي 2 ار 2 داش بتاعت الكفر لوسز ودي اكس 2 وداش وهنا ار 2 داش 1 ناقص اس على مر فيها التيارات اي 2 داش بالتالي البي ميكانيكال هيبقى عباره عن ايه؟ 3 اي 2 داش تربيع ار 2 داش 1 ناقص اس على عايز تحسب ايه؟ بي ام يبقى انا محتاج اي 2 داش محتاج ار 2 داش محتاج الاس بتاعه ها؟ اي 2 داش ممكن اجيبها منين؟ مديني حاجتين اثنين مديني التيارات بتاع الستيتور ومديني النو لود كارنت يبقى انا ممكن احسبها ازاي؟ انا قلت لك ان الاي 1 عباره عن ايه؟ اي 2 داش زائد الاي او ممكن اقول ان اي 2 داش اي 1 ناقص بس هقول لك حاجه بقى لما عمل النو لود تيست هو انت مش هتعتبر ان الموتور جاي لك مثلا ست اطراف وانت اللي وصله دلتا فانت هتحط الامتر زي ما انت عايز لا هو قال لك ان هو دلتا فانت هتعتبر ان هو جاي لك دلتا كده صح؟ لما اجي اعمل النولود انا عايز اقيس تيار ايه اللي طالع لك من الاله ثلاث اطراف يبقى انت توصل الامتر فين؟ على اللايت يبقى التيار اللي انا مديه لك ده تيار ايه؟ والتيار ده تيار اللايت ده التيار ده لاين برضه وبالتالي لما اجي احسب هنا انا عايز احسب تيار فيزيك فاعمل ايه؟ اقسم على قيس 3 يبقى اي 2 داش ممكن اقول انها عباره عن اي 1 عباره عن كام؟ 25 امبير على جذر 3 الزاويه بتاعتي سالب كوزاين ماينس 1 اللي هي الباور فاكتور اللي هي 8 من 10 ناقص الاي هو نولود وانا حاسب نولود كرنت اصلا هو من نولود تيست يبقى 7 على جذر 3 سالب كوزاين ماينس 1 15 من يبقى انا حسبت اي 2 داش ايا كان داش على 9 من 10 حسبت اي 2 داش تمام؟ عايز اجيب الار 2 داش هنجيب ار 2 داش ازاي؟ ما انا عندي شورت سيركت تيست ممكن اجيب من هنا اقعد شورت سيركت صح؟ من اقعد شورت سيركت اعرف اجيب الار 2 داش عن طريق ايه بقى؟ ان هو مديني حاجه اعرف احسب بيها الار 1 هو مديني ايه؟ مديني الريزيستنس ما بين التو تيرمينالز دول طب ايه هي الريزيستنس ما بين التو تيرمينالز دول؟ 2 ار يعني ار وار توالي مع الار دي توازي يبقى الار تي دلتا عباره عن ايه؟ 2 ار 1 في ار 1 على 2 ار 1 زائد ار 1 2 ار 1 ار 1 على 2 ار 1 زائد ار 1 بتساوي كام ديت؟ 2 على 3 في الار 1 وديت بكام؟ 1 يبقى الار 1 بكام؟ 3 على 2 يعني 1
في مشكلة في كده؟ فأنا عرفت أحسب الـ R شورت سيركت، أنا أعرف أحسبه أصلا لأن هو مديني شورت سيركت، أعرف أحسب إيه؟ R2 داش. طب ماشي أحسب الشورت سيركت إزاي؟ ما أنت عارف إيه بقى؟ الفكرة هنا إن هو مش مديني باور، مديني باور فاكتور، فمش هستخدم القوة اللي أنا بستخدمها. فالناس قالت حل بسيط خالص، الناس اللي قالته يعني، أنت كنت بتحله كده في النظرية، Z شورت سيركت بيساوي D شورت سيركت والزاوية بتاعته صفر على اي شورت سيركت والزاويه بتاعت سالب كوزاين ماينس 1 35. دي تطلع لك ايه؟ قيمه زائد جي قيمه ثانيه. طب القيمه دي اللي هي ايه؟ ال شورت سيركت، والقيمه دي اللي هي ايه؟ شورت سيركت. انا كنت بشتغل بيه في المساله ان انا كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب الزد شورت سيركت كامبليتيود عباره عن دي شورت سيركت او اي شورت سيركت، واقول لك ايه؟ ار شورت سيركت كده ايا كان بقى هتحط اكس شورت سيركت لتحت او لفوق مش هتفرق، حطيناها لتحت وبالتالي اللي هيقفلهم وديت الفاي اللي هي بتاعت الشورت سيركت، وبالتالي هنعمل زي ما كنا بنعمل ايوه كوزاين وساين، بس دي اسهل بكتير طبعا. الناس اللي اقترحتها فهي جميله يعني. فانت كده انت حسبت ار شورت سيركت والاكس شورت سيركت. لما حسبت الار شورت سيركت اول الار ار 2 داش بتساوي ار شورت سيركت ناقص ار 1، دي مثلا تطلع 3.12% تقريبا، يبقى دي 3.12% ناقص كام؟ 1.5 تطلع لك 1.62%. يبقى انا حسبت ار 2 داش، فاضل لي ايه؟ نقول اس الناقص، معلش الايه؟ الان، فانا مش عارف اقول الناس ناقصين على الناس، بس اقول لك احنا الموضوع معكوس سن، مش انت كنت بتقول ان ار 2 داش عباره عن في على ار 1 زي ار 2 داش على اس زي جي اكس 1 زي اكس 2 وداش. في الاساس ده عباره عن ايه؟ من التست اللي انا جبته اكس شورت سيركت صح؟ طب ماشي، انا مش معايا ده ومعايا دي ومعايا البي بتاعتي بكام؟ 500 ومعايا كام؟ 400. وجبت الاي 2 داش تعرف تجيب الاس، بس اسالك شويه سؤال على نفسك شويه، ما تشتغلش قيمه وزاويه، اشتغلها امبليتيود. يبقى الاي 2 بيساوي دي واحد على الجذر التربيع ار 1 زائد ار 2 داش على اس كل تربيع زائد اكس 1 زائد اكس 2 و داش كل تربيع. حد ديت هنا تبقى تقسمها وتودي دي الناحيه الثانيه وربع، هيبقى المعادله كلها في اس بس. ايه؟ لا لا تتحل سهل من غيرها، والله تتحل سهل من غيرها، انا حليتها فيديو من غيرها وانا بعت لك الحل. فلسه تطلع لك بقيمه معينه، انت حسبت الاس، لما حسبت الاس خلاص القانون خلص، يبقى انت حسبت بي ام تمام. التورك بقى اللي هو عايزه بيساوي بي ام على الاوميجا. طب الاوميجا 2 باي ان على 60. طب الان 1 ناقص اس ان اس، انا معايا الاس خلاص، معايا الان اس مديني 2 بي ب 6 والاي ب 50، يعني الان اس بكام؟ فاهم؟ انت حسبت الان اس، حسبت الان، حسبت الاوميجا، عرفت تحسب التورك. المساله كده خلصت. طبعا المساله دي المساله اللي فاتت هتلاقي بعد كده يعني السؤال 18 و19 بيقول لك احل لي نفس المسالتين دول بالسيركل دايجرام تمام؟ فهي المساله هنرجع نحلها تاني بس بطريقه يعني بيانيه، يعني مش قوانين، فرسمه وهتعرف تعمل حاجه.